التحليلية من الميادين، الأسد يفوز بولاية رئاسية جديدة حاصدا أكثر من 95% من أصوات الناخبين. سوريا انتصرت بنسبة مشاركة مرتفعة واحتفالات شعبية حاشدة. إلى متى تستمر حالة الإنكار الأمريكية والغربية؟ في تحديه وظهوره العلني المتكرر، السنوار يكرس معادلة المقاومة وتآكل منظومة الردع الإسرائيلية. لماذا كشف السنوار عن تفاصيل التنسيق بين المقاومة في غزة وحزب الله؟ توتر بين المغرب وإسبانيا بعد عزم مدريد على ترتيب إجراءات أمنية وعسكرية لمدينتي سبتة ومليلية. ما هي الخلفيات الحقيقية للأزمة الجديدة بين البلدين؟ وما هي حدود الأطماع الإسبانية في المدينتين؟ وفي قضية اليوم، جنرالات متقاعدون يطالبون الرئيس التونسي بإعادة البلاد إلى المسار الصحيح. ما دلالات ظاهرة عودة العسكر إلى الواجهة في أكثر من بلد؟ وما حدود نفوذهم في المؤسسة العسكرية وفرض وقائع جديدة؟ حقق الرئيس السوري بشار الأسد فوزا كاسحا في الانتخابات الرئاسية حاصدا أكثر من 95% من أصوات الناخبين، وبين نسبة المشاركة التي تجاوزت 78% والاحتفالات الحاشدة التي عمت المحافظات رسائل كثيرة. الأسد يفوز بولاية رئاسية جديدة ودمشق انتصرت في السياسة بعد الميدان، لكن لماذا تعيش واشنطن وحلفاؤها في الغرب وبعض الإقليم حالة الإنكار؟ أعلن فوز السيد بشار حافظ الأسد بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية. تصويت آخر في الشارع دعما للرئيس بشار الأسد. مئات الآلاف من السوريين خرجوا في مسيرات وتجمعات حاشدة في الحسكة وحلب واللاذقية ودمشق وغيرها من المدن السورية حتى ساعات الفجر الأولى. 7 سنوات قادمة يرونها إكمالا لتحرير الأرض ولرفض الرضوخ. سنوات لنهوض سياسي واقتصادي يستند إلى صبر استراتيجي ميز سياسة دمشق على مدى سنوات. المرحلة القادمة بتقديري هي مرحلة تضافر الجهود سواء الحكومية والسياسية أم حتى الشعبية للنهوض بسوريا وإعادة إعمارها وبنائها من جديد. وهنا لا نستطيع أن نغفل أيضا أن هناك سيكون اعتمادا أو سيكون محاولة مشاركة مع دول الحلفاء. مرحلة العمل لتعزيز الأمل ببناء سوريا بدأت كما قال الرئيس بشار الأسد في أول تعليق له بعد إعلان نتائج الانتخابات. مرحلة يتوق فيها السوريون إلى استكمال تحرير أراضيهم وأطلاق عجلة إصلاح شامل يبدد سنوات دامية عاشوها. الأولويات كثيرة لكنها تتقاطع حول تحسين المعيشة وكسر الحصار والخروج من تبعات الحرب. هلا الحمد لله يعني رجعت تحسنت كثير الامور عن اول، ومثل ما بيقولوا يعني كنا بسنوات عجاف والحمد لله خلصت. نحس بالامن والامان والاستقرار والراحه، وعلى مستوى المعيشه يتحسن وضعنا من كل النواحي، ونرجع لشغلنا، نرجع لبيتنا ونعيش اولادنا العيشه اللي بنتمناها واللي كنا عايشينها من قبل. يؤدي الرئيس بشار الأسد اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب خلال الأيام القادمة، فيما تعتبر الحكومة بحكم المستقيلة مع انتهاء ولاية الرئيس وبدء ولايته الجديدة. الأمل بالعمل عنوان 7 سنوات طموحة لدوران عجلة الإنتاج والبناء ولم الشمل والإصلاح. سنوات للعودة بسوريا إلى موقعها المتقدم عربيا وإقليميا استنادا إلى أرضية صلبة من الصمود والمواجهة. محمد الخضر، دمشق، الميادين. مراسل الميادين محمد الخضر. محمد، كيف يقرأ المشهد في سوريا بعد الانتخابات الرئاسية السورية، إن كان لناحية المشاركة في هذه الانتخابات وهذا الاستحقاق، وإن كان لناحية المشهد مشاهد الاحتفالية التي عمت معظم المحافظات السورية لنقل؟
يقال الكثير رانا، هناك التأكيد أولا وهو رد مباشر على محاولات التشكيك الغربية والبيانات الصادرة عن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا الذين حاولوا التشكيك بهذه الانتخابات وأبدوا مواقف رافضة لشرعية هذه الانتخابات. السوريون بهذا النزول إلى صناديق الاقتراع وهذه النسبة 78% أي 14,200,000 شخص من أصل 18 مليون سوري يحق لهم الانتخاب، يقولون أن هذا بالفعل رد مباشر على هذه الدول ومحاولة التشكيك. السوريون بهذا المعنى تعبوا من السنوات العشر، تعبوا من هذه الضغوط الخارجية والغربية والأدوار التي قامت بها قوى إقليمية ودولية للتأثير على حياتهم، لدعم الإرهاب، لدعم المسلحين وخصوصا التكفيريين والظلاميين الذين ضربوا البنى التحتية. كل هذه المعاني حاضرة في هذا الإقدام الكبير للناخبين، لم يكن هو مصادفة. وحتى لو تحدثنا مثلا أو حتى أخذنا هذه الاتهامات التي تشير إلى أنهم موظفين أو طلاب أو إلى ما هنالك، فأن هذا العدد يتجاوز كل هذه الاتهامات السابقة التي حاولت التشكيك ومهاجمة هذه الانتخابات. هو توق في الواقع للخروج من عشرية دامية عاشتها سوريا منذ عام 2011 حتى هذه اللحظة، من حروب وتفجيرات وحصارات ومحاولة ضرب المؤسسات الأساسية، مؤسسات الانتاج الأساسية شمالا وجنوبا وعلى كل أصقاع الأراضي السورية. وربما هذا ما يفسر يعني الاحتفالات التي رأيناها. أذهب إلى سليم مزيدي محلل الميادين للشؤون الإقليمية والثقافية. سليم، يعني رغم يعني نسبة المشاركة الكثيفة والعالية ورغم أيضا كما قلنا مشاهد الاحتفالات، هناك حالة إنكار لدى بعض الدول الغربية ولدى الولايات المتحدة الأمريكية. إلى متى يمكن أن تستمر هذه الحالة برأيك؟ أنا صحيح هناك حالة إنكار، لكن هناك أيضا حالة ارتباك. حالة إنكار لكن من دون ضجيج. سوريا ليست خبر أول في الإعلام الغربي، وحتى وسائل الإعلام الغربية وحتى العربية التي كانت مناوئة لسوريا عندما تعاطت مع الانتخابات الرئاسية السورية غيرت من مفرداتها، غيرت من أدواتها. وبالتالي إذا ما شئنا أن نوصف الحالة الآن، الدول الغربية التي صعدت إلى أعلى شجرة وحتى العربية هي الآن في مرحلة البحث كيف النزول على الشجرة. هي من تحت الطاولة وفي القنوات الخلفية الأمنية والاستخباراتية لها علاقات مع سوريا وتبحث عن علاقات مع سوريا، لكن فقط الآن هي تبحث عن مداخل ربما تحفظ ماء الوجه للعودة بالقنوات الدبلوماسية الرسمية. قد تكون الدول العربية التي تعترض أو تتحفظ على فتح قنوات رسمية مع سوريا إلى حد الآن أحد العوامل التي تساهم في هذا المشهد من الارتباك وحالة المشهد الإنكار. لكن إذا ما عادت الدول العربية كلها مع سوريا، أتوقع أن حتى الدول الغربية ستعود إلى وقريبا إلى التعامل الرسمي مع سوريا. وهذه نقطة مهمة. أذهب إليك مجددا محمد الخضر، ماذا بعد الانتصار يعني الشعب السوري، ما الذي يريده من الولاية الرئاسية الجديدة؟ يريد الكثير بحجم المواجع والأضرار التي عاشها خلال هذه السنوات العشر الماضية. التعويل الأول أساسا هو لاستعادة هذه الأراضي إلى سيطرة الدولة بهذا الوعي وبهذا المعنى. هناك إدلب شمال غرب البلاد، هناك الشريط الحدودي الذي تحتله تركيا مع مجموعات مسلحة مدعومة منها تشمل عفرين ومناطق واسعة جدا، وهناك أيضا حل مشكلة شرق الفرات التي تضم الثروة النفطية والغازية الأساسية لسوريا وتضم أيضا السهول الخصبة الأساسية التي تنتج القمح والشعير والقطن وتشكل الخزان الأساسي للزراعة السورية. هذا معطى أول يريده السوريون. المعطى الآخر هو تحسين الحياة المعيشية بمعنى إقلاع القطاعات الاقتصادية المنتجة. الدولة كانت قد بدأت في الواقع قبل هذه الانتخابات بجملة من الإجراءات يبنى عليها وتشير إلى مسار طويل من مسار الإصلاح الاقتصادي وجذب المستثمرين. صدر قانون استثمار، تبدل حاكم مصرف سوريا المركزي، أيضا تبدل المدير العام للجمارك العامة، وهناك بطبيعة الحال وفق النص الدستوري أن مع انتهاء ولاية الرئيس التي تنتهي 17 من تموز المقبل تعتبر الحكومة بحكم المستقيلة، أي ما يشير إلى أن هناك أيضا رهان على وجوه حكومية تتواكب أو تواكب هذه الطموحات الكبيرة للسوريين. تحدي رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار التهديدات الإسرائيلية بالتجول في شوارع غزة كان محط اهتمام المحللين في إسرائيل الذين أشاروا إلى أن مواجهة في الشمال تمثل التحدي الأكبر الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي حاليا.
فيما كان كبار المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين يحاولون احتواء تبعات عملية حارس الأسوار العدوانية ضد قطاع غزة بالتباهي والحديث عن إنجازات الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهدافه الهجومية والردعية، خرج رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار متحديا كل التهديدات الإسرائيلية. أقل من أسبوع على نهاية العملية في غزة، يحيى السنوار مستمر في تحدي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ويتجول وحده سيرا على الأقدام في شوارع غزة مع رسالة واضحة لإسرائيل، فلتحاول اغتيالي. أنا في انتظارهم. ما قام به السنوار مثل برأي مراقبين الصورة التي ستنطبع في أذهان الإسرائيليين والعالم كله على حد سواء، كإشارة لنصر الفلسطينيين وتآكل الردع الإسرائيلي. يحيى السنوار الذي كان في مخابئ حماس جرى تصويره منذ نهاية العملية وهو يتجول مرة تلو الأخرى في شوارع القطاع، وفي بعض الأحيان كنوع من التحدي، إنها صورة النصر الخاصة به. وفي موازاة محاولة المستويات السياسية والعسكرية والأمنية في إسرائيل قراءة نتائج العدوان الإسرائيلي على غزة على المستويين التكتيكي والعملاني، فإن عيونهم كانت شاخصة طوال الوقت نحو الشمال، حيث محور المقاومة يراقب عن كثب ما يجري في غزة ويستخلص العبر. عملية حارس الأسوار هي تمهيد بسيط لما هو متوقع من مواجهة في الشمال. كل مواجهة لإسرائيل في غزة ينظرون إليها جيدا في كل المعسكر الذي يسمونه محور المقاومة، فهم يجلسون ويدرسون ويستخلصون العبر. لقد تعلموا أنه يمكن إطلاق صواريخ لوقت طويل على إسرائيل وبدفعات كثيفة جدا وتحقيق إصابات أيضا. وفيما كشفت مصادر إعلامية أن الجيش الإسرائيلي أقام 14 فريقا لاستخلاص العبر من عملية حارس الأسوار، مع سؤال كبير بشأن كيفية تأثير هذه العملية في المعركة الكبرى مع حزب الله، أشار خبراء إلى أن عملية حارس الأسوار في غزة كانت مجرد اختلاس نظرة لما يمكن أن يحدث لإسرائيل في معركة أوسع مع حزب الله. مراسل الميادين أحمد شلدان، إذن يعني الأنظار الإسرائيلية شاخصة إلى الجبهة الشمالية، هل بات تعدد الجبهات مسألة وقت فقط؟ بكل تأكيد هذا ما يبدو عليه الأمر، تعدد الجبهات وانفتاح المعركة على أكثر من جبهة ما بين قطاع غزة جنوبا ولبنان والجولان شمالا، هذا أمر على ما يبدو بأنه مسألة وقت فقط. متى يحصل هذا الأمر؟ مرتبط باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وهذا ما تحدث به رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة يحيى السنوار، الذي أكد أيضا على أن موضوع تعدد الجبهات هو أمر وارد الحصول، وهناك اتفاق أو ربما أشبه ما يكون باتفاقية ما بين المقاومة في قطاع غزة وما بين المقاومة في لبنان. هذا الأمر تحدث عنه قبل عدة أيام يحيى السنوار في لقاء جمعه بالصحفيين، وقال بأن أيضا المقاومة في غزة قالت للمقاومة في لبنان بأن الأمر بالنسبة لنا مجرد ظروف، بمعنى أن في التقرير قبل قليل إسرائيل تنظر إلى المعركة في غزة على أنها تمهيد للمعركة في لبنان، لكنها لم تنظر إسرائيل بعد على أن المعركة في غزة لم تحصل فعليا. المقاومة في غزة تعتبر بأن ما حصل لم يكن معركة حقيقية، كان تمهيدا للمعركة الحقيقية التي يمكن أن تحصل في قطاع غزة، فما بالك بالمعركة التي يمكن أن تحصل على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة. هذا الأمر طبعا جعل خلخلة أو أوجد خلخلة بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية والمنظومة العسكرية الإسرائيلية، التي باتت تنظر إلى تعاظم قوة المقاومة في قطاع غزة بشكل موازن لتعاظم القوة في شمال فلسطين وتحديدا في حزب الله. اسمح لي أن أذهب إلى محمد الخضر. محمد، يعني بين قطاع غزة ولبنان يعني لابد من الحديث عن سوريا التي هي في صلب محور المقاومة، كيف تنظر سوريا إلى كل هذه التطورات وكل هذا المشهد، وأيضا إلى كل المواقف التي صدرت من قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير عليها؟
رنا، سوريا تعتبر حالها شريكة في هذا النصر، هي جزء من هذا المحور كما تفضلت الذي يضم أركان المقاومة، وليس يعني سرا يعني بات هذا معلنا أن حتى قادة الفصائل الفلسطينية تحدثوا عن دور سوريا في نقل الكورنيت إلى المقاومين في أعوام سابقة، وجزء أساسي من الحرب على سوريا كما ترى القيادة في دمشق هو محاولة الإبعاد عن القضية الفلسطينية وعن دعم الفلسطينيين. كان التجلي الأهم ربما في التأكيد على التفاعل والتعاضد ووحدة الحال بين سوريا وبين المقاومة الفلسطينية استقبال الرئيس الأسد يوم الخميس ليس الماضي قبل الماضي لقادة الفصائل الفلسطينية، وكان بينهم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، وتوجيه رسائل واضحة ذات مدلولات كبيرة عندما أشار إلى نقل التحية لكل المقاومين في حماس والجهاد وكل من يقاوم في قطاع غزة، وهذه رسالة كبيرة جدا خصوصا ونحن نتحدث عن فترة من الخلاف والتباين جرت في سوريا منذ عام 2014 بسبب دور حماس في هذه المنطقة. إذن هو دور متكامل، وسوريا تعتبر نفسها بالفعل شريكة للمقاومين في غزة وفي كل بقعة من فلسطين. أعود إليك أحمد شلدان، الظهور المتكرر للصنوار في تحدي واضح للإسرائيلي يضع منظومة الردع الإسرائيلية في أي موقع؟ أين أصبحت اليوم؟ رنا، اليوم يمر أسبوع على السريان وقف إطلاق النار، منذ أسبوع حتى الآن ظهر السنوار من 4 إلى 5 مرات، إحداها تحدى الاحتلال بأن أمامه 60 دقيقة من أجل أن يغتلوا إن أراد أن يغتلوا، وبالفعل فشل الاحتلال أو بالأحرى لم يمتلك الاحتلال هذه الإرادة. من يعرف يد السنوار ويعرف أن الرجل أمضى عشرات أو عدد كبير من أعوامه داخل سجون الاحتلال وهو يدرك العقلية الإسرائيلية يعرف بأن هذا الرجل يلعب على وتر حساس داخل المجتمع الإسرائيلي وهو نظرية الردع. الآن نظرية الردع على الأقل بالنسبة لفصائل المقاومة في قطاع غزة شبه منعدمة، لم تعد موجودة. عندما تخرج المقاومة لتقول بأن ضرب تل أبيب أسهل عندها من شربة ماء، هذا الأمر ليس بالأمر الهين. 100 صاروخ 200 صاروخ ينزل على تل أبيب بعدما كانت تل أبيب أكثر أماكن تحصينا داخل دولة الاحتلال على مدار أعوام طويلة. وبالتالي سؤال أين ذهبت نظرية الردع الإسرائيلية؟ نعتقد بأن نظرية الردع الإسرائيلية تآكلت كثيرا وهي ستتآكل أكثر إذا استمر على الحال على ما هو عليه، والاحتلال الإسرائيلي يدرك هذا الأمر لأن المقاومة في قطاع غزة بكل ما تمتلكه من إمكانيات وهي إمكانيات متواضعة جدا، ولكن بكل ما تمتلكه من إمكانيات هي لا تقارن بقدرة المقاومة أيضا في المحور ككل. إسرائيل تنظر دائما إلى قطاع غزة كالنقطة الأضعف في محور المقاومة، ولكن فعليا أثبتت المقاومة أن نظرية الردع لا وجود لها على الأقل في قطاع غزة، وبالتالي لم يعد هناك نقطة ضعف في المحور، المحور كله كتلة واحدة موحدة، وهذا ما صرح به السنوار صراحة وعندما قال بأننا تواصلنا بشكل مستمر مع حزب الله وأخبرناهم وبأن ما يحصل مجرد تمهيد لمعركة كبرى، وبالتالي لا داعي لحزب الله أن ندخل هذه المعركة إلا إذا احتاجت المقاومة الفلسطينية ذلك. تشهد العلاقة بين مدريد والرباط توترا متصاعدا مع تأكيد السفيرة المغربية في إسبانيا على غياب الثقة بين البلدين. مدريد تتحدث عن مخطط أمني عسكري لمدينتي سبتة ومليلية وتدرجهما في استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي، فأين تقف حدود أطماعها في المغرب وإلى أين يمكن أن يصل التصعيد بين البلدين وما هي الخلفيات الحقيقية للأزمة بينهما؟ التوتر بين مدريد والرباط يعود إلى الواجهة من جديد، عنوانه الأبرز مدينة سبتة ومليلية في الشمال الأفريقي وقضية الصحراء الغربية. الثقة بين البلدين باتت موضع شك، بهذه العبارة نددت سفيرة المغرب في إسبانيا كريمة بن عيش بتصريحات وزيرة الخارجية الإسبانية حول ضرورة اعتماد الحل السياسي بشأن قضية الصحراء الغربية. السفيرة المغربية أشارت إلى أن التصريحات الإسبانية كشفت عن الدوافع الخفية للإضرار بالمصالح المغربية منذ استرجاع الصحراء الغربية. يحق لنا التساؤل عما إذا كانت هذه التصريحات الأخيرة خطأ شخصيا للسيدة الوزيرة أو أنها تعكس النوايا الحقيقية لبعض الأوساط الإسبانية المعادية للوحدة الترابية للمملكة. الثقة والتفاهم بين البلدين أضحيا موضع شك حاليا. الخلاف الأخير يصب الزيت على نار الأزمة المشتعلة بين إسبانيا والمغرب على خلفية تدفق أكثر من 8000 مهاجر غير شرعي من المغرب إلى مدينة سبتة التي تسيطر عليها إسبانيا في الأيام الأخيرة.
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كان قد دعا الرباط إلى احترام الحدود المشتركة، مشيرا إلى أن المغرب ليس لديه حليف أفضل من إسبانيا في الاتحاد الأوروبي للدفاع عن المصالح الاستراتيجية التي تهمه. في سياق الموقف الإسباني التصعيدي في وجه المغرب أيضا، أعلنت مدريد بدأها بمخطط أمني عسكري شامل يعطي أهمية كبيرة لمدينتي سبتة ومليليا الخاضعتين للسيادة الإسبانية ضمن الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الإسباني، وهي خطوة قد يعدها المغرب استفزازا جديدا من قبل إسبانيا نظرا للخلاف التاريخي بين البلدين بشأن أحقية السيادة على كل من سبتة ومليليا. محلل الميادين للشؤون الإقليمية والثقافية سليم بوزيدي، مجددا نعود إليك، ما الأهداف الحقيقية لقرار مدريد إدراج هاتين المدينتين ضمن استراتيجيتها للأمن القومي الإسباني؟ رانا أولا يجب التوضيح أن العلاقات بين المغرب ومدريد طوال الثلاثة على الأقل الثلاثة والأربع العقود الأخيرة لم تكن على مرام. إذا بستثنين الفترة من عام 1996 إلى سنة 2004 وهي الفترة التي حكم فيها رئيس الوزراء اليميني المقرب من أمريكا وإسرائيل خوزيه ماريا أزنار، بخلاف هذه الفترة كانت دائما العلاقات فاترة وباردة. الآن في هذه الأيام جديد الذي طفح أو سطع إلى سطح الأزمة بين البلدين هو ذهاب رئيس البوليزاري ورئيس الصحراوي إبراهيم غالي إلى إسبانيا للعلاج في مدريد، وهو الأمر الذي اعتبرته المغرب بالخطيئة السياسية الكبرى. وتفجرت الأزمة خاصة أن المسؤولين الرسميين الإسبان لم يصرحوا علنا على أنهم سيجارون أو يوافقون على طلب المغرب باعتقال المسؤول الصحراوي. أكثر من ذلك، وزيرة الخارجية الإسبانية بداية هذا الأسبوع في تصريح للإذاعة الإسبانية قالت أن إبراهيم غالي بعد أن يستكمل مرحلة الاستشفاء وكذلك العلاج في إسبانيا لديه فقط جلسة استماع في المحكمة العليا، وبعد ذلك بإمكانه العودة لبلاده. وبالتالي يمكن القول أن السبب الرئيسي لتفجر الأزمة على الأقل الأزمة الحالية هو أن إسبانيا ترفض طلب المغرب بتوقيف أو اعتقال رئيس البوليزاري أو الرئيس الصحراوي، وهو الأمر الذي كانت تراهن على المغرب أن تشكل به نقطة سياسية ودبلوماسية قوية في إطار الملف الصحراوي. لكن هنا يجب التأكيد أن بخلاف موضوع الصحراء الغربية أن أصلا العلاقات بين المغرب وكذلك مدريد هي علاقات سيئة على خلفية احتلال مدريد لجزيرتين مغربيتين هما سبتة ومليلة، والمغرب ينظر إلى هذا الموضوع لأنه مسألة تصفية استعمار واستعادة أراضي. نذكر منذ سنتين عندما أراد الملك الإسباني المتنحي فيليب زيارة هاتين الجزيرتين قامت الدنيا ولم تقعد، واعتبرت المغرب أن هذه الخطوة من شأنها تأجيج العلاقات بين البلدين، وأن مسألة سبتة ومليلة عاجلة أم آجلة يجب أن تحل ضمن الأطر الأممية ولا يمكن القبول بهم على أنهما جزيرتين إسبانيتين. مدينتا سبتة ومليلية، أحمد شلدان الفلسطيني من أي زاوية ينظر لهما؟ كل منطقة محتلة، كل منطقة لا تخضع تحت سيادة الدولة الأصلية ترتبط وجدانيا في وجدان الشعب الفلسطيني. الشعب الذي عانى لأكثر من 70 عام من الاحتلال الإسرائيلي يدرك معنى الاحتلال ويدرك معنى أن تفقد وطنك أو جزء من وطنك، حتى لو كان متر مربع واحد، وليس بالضرورة أن يكون مدينة أو أن تكون نصف البلاد. الشعب الفلسطيني يرتبط وجدانيا بهاتين المدينتين المغربيتين، حتى أنه في منهاج التعليمي يتم تدريس هاتين المدينتين للشعب الفلسطيني على أنهما محتلتين، وبالتالي يجب الوقوف والدعم حقوق الشعوب العربية من أجل المطالبة بهما. لا يمكن لمن اكتوى بنار الاحتلال وبنار الفقد وبنار التهجير أن يقبل بأي انتقاص لسيادة أي دولة سواء عربية أو حتى غير عربية. وبالتالي لهاتين المدينتين وجود كبير، حتى أن هناك بعض القصائد التي تدرس في المنهاج التعليمي الفلسطيني حول هاتين المدينتين، لذلك وذلك من باب إثارة الشعور الفلسطيني تجاه الشعوب العربية سواء كانت في المغرب العربي أو في غيره. أعود إليك سليم بوزيدي، ماذا عن التداعيات الإنسانية خصوصا بأننا نتحدث عن مهاجرين غير شرعيين من المغرب إلى هاتين المدينتين؟
رانا يجب التأكيد هنا أن موضوع المهاجرين غير شرعيين هو موضوع يشير ويؤكد على ازدواجية الإعلام والسياسة الغربية والنفاق الغربي. مسألة المهاجرين غير شرعيين ليست مسألة طارئة أو مستجدة بالنسبة للمغرب والجزائر وليبيا وتونس. هذه الدول تعاني بشدة من موضوع الهجرة الشرعية غير شرعية، خاصة أن هذه الدول الأربع في شمال إفريقيا هي دول عبور وتتحمل عبء اقتصادي وعبء أمني وعبء إنساني. طرح مسألة المهاجرين غير شرعيين فقط في هذه الفترة أو في هذه اللحظة قضية تدفق حوالي 8000 مهاجر غير شرعي من سبتة إلى سبتة ومليلة يشي على أن الدبلوماسية الغربية والمؤسسات السياسية الغربية تنظر فقط حينما يتعلق الأمر بالتهديدات المباشرة التي تمسها، لكن عندما يتعلق الأمر بمعاناة والضغط الكبير أكثر من ذلك فرنسا وإسبانيا وإيطاليا اقترحت على الدول المغربية أن تكون أو تنشئ محتشدات للمهاجرين غير شرعيين مقابل الحصول على امتيازات مادية، وهذا الأمر رفض بالمطلق من الدول المغربية واعتبروها إهانة واعتبارها لا إنسانية. وبالتالي الحديث على أن المغرب أو أي دولة مغربية تستغل هذا الملف هو ينظر إلى الموضوع من زاوية مجتزأة وغير دقيقة، لأن معاناة هذه الدول سواء بالنسبة لأبنائها الذين يهاجرون إلى طبعا إلى جنوب أوروبا أو بالنسبة للأفارقة وهم بعشرات الآلاف بما يمثلونه من عبء إنساني واقتصادي، وأيضا حتى أن الجماعات الإرهابية في بعض الأحيان تستغل الهجرة غير شرعية للتحرك في المنطقة ومهمة الاستحقاق أمني كبير جدا للدول المغاربية ومن بينها المغرب. شكرا جزيلا لك سليم بوزادي، وشكرا أيضا موصول لأحمد شلدان ولمحمد الخضر. فاصل نحلل بعده قضية اليوم. وجه عدد من جنرالات الجيش التونسي المتقاعدين مبادرة إلى الرئيس قيس سعيد مطالبين إياه بإعادة البلاد إلى المسار الصحيح، دعوة تعيد الأضواء إلى ظاهرة عودة العسكر السابقين إلى الواجهة في دول عديدة، فأي نفوذ يتمتعون به داخل المؤسسات العسكرية وهل يشكلون أداة ضغط حقيقية لفرض وقائع مغايرة؟ بين الرسائل والتحذيرات والانقلاب على السلطة شهدت دول عديدة في غضون أشهر فقط تدخلات للعسكر أو إشارات بالرغبة في التدخل منعا لاستمرار رؤسائهم وحكوماتهم في اتباع سياسات بعينها لا تحظى بتأييد متقاعدين من العسكر في بعض الأحيان. تقرير محمد بوعطل. دخول للعسكر في تونس على خط السياسة، وإن كان الجنرالات أصحاب مبادرة الأمل كما سموها هم متقاعدون من الجيش التونسي، مع ذلك يكفي أنهم حذروا من مخاطر جسيمة في رسالة إلى الرئيس قيس سعيد إن لم تجري إعادة البلاد إلى ما وصفوه بالمسار الصحيح. درءا للحرب الأهلية أو تحت هذا الشعار، خرج عسكر من عساكر فرنسا قبل أسابيع برسالة إلى رئيسهم ماكرون في مقال بقلم ضابط سابق حمل توقيع 20 جنرالا و100 ضابط رفيع المستوى وأكثر من 1000 عسكري آخرين. أثار تدخل العسكر هناك سياسيا حفيظة اليسار إذ اعتبره تلويحا بالانقلاب على السلطة، وحظي ذلك التحرك بتأييد اليمين المتطرف وعلى رأسه زعيمته مارين لوبان. الانقلاب مكتمل الأركان حصل في اليومين الماضيين في مالي معيدا نفسه إلى الواجهة بعد انقلاب العام الماضي، إذ أطاح ضابط الانقلاب نفسه الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء وعين نفسه نائبا للرئيس. حدث الأمر نفسه في ميانمار قبل أشهر عندما أطاح العسكر سلطة منتخبة متهمين إياها بتزوير النتائج، وعادت البلاد عقدا إلى الوراء باستعادة الجنرالات السلطة الحكم بشكل علني مباشر. شبح عودة الانقلاب وحكم العسكر إلى تركيا لا يزال يهدد مؤسسات صناعة القرار وتشريع القوانين وإنجاز البنى التحتية المدنية. 84 جنرالا بحريا متقاعدا استدعتهم النيابة العامة بشكل مفاجئ، كانوا هم 20 آخرون قد وقعوا بيانا مشتركا قبل نحو شهرين عبروا فيه عن رفضهم خطة للرئيس إردوغان تتعلق بشق قناة بحرية اصطناعية غرب مدينة إسطنبول.
وكأن السياسة ونزعة السلطة تسريان في دمائهم عسكر تركيا وبعض عساكر العالم. محلل ميدين للشؤون التونسية والمغاربية عماد اشترى بيانات يعني الضباط العسكريين المتقاعدين في تونس، كيف يمكن قراءتها وفهمها في هذا التوقيت بالذات ومن خلال هذا المضمون وفي ظل الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في تونس؟ نعم، نحن نتحدث عن بيانين متفقين في التشخيص، مختلفين في المخرجات أو في التوصيات. البيان الأول يتعلق بالأميرال كمال العكروت الذي شغل سابقا خطة مستشار للأمن القومي للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، يتحدث عن ضرورة يعني التحرك وإنقاذ البلاد مما أسماها بالأطراف الضالعة في الفساد وفي في إغراق البلاد في أزمتها. ونتحدث من حيث التوقيت في بيان يأتي في شكل رد في تقديم مبادرة نقيضة. هذه المبادرة تدعو إلى فرصة الأمل الأخير وتناشد رئيس الجمهورية بطرح مبادرة للحوار دون إقصاء لأي فصيل سياسي وإنقاذ البلاد من أزمتها. في التوقيت نتحدث عن بيانين، ربما الجهة التي أو الجهات التي تقف وراء هذين البيانين يختلفان في التصورات للتعاطي مع الشأن في الأيام القادمة، أو ربما يطرحان مبادرتين متناقضتين قد تنجح واحدة منهما في فرض نفسها. نحن الآن نعيش مرحلة ما يسمى اختبار رد الفعل، إن كان للسلطة السياسية أو للرأي العام الشعبي. ثمة قراءات في المشهد في الكواليس تقول بأن الأزمة السياسية تجاوزت كل الحدود وأصبحت تعيق أي مساعي للإصلاح، وبأن الوضع الاقتصادي لا يحتمل، وبأن البلاد قد لا تجد التمويل الذي تحتاجه من صندوق النقد الدولي. نعم. يعني أن الشعب في الأيام القادمة قد يطلق صيحة غضب. هذه الصيحة هناك من يتوجس منها وهناك من يسعى إلى استثمارها سياسيا. سوف نتعمق أكثر في هذا كما وصفت الصيحة، وأذهب إلى موسى عاصم محلل ميادين الشؤون الأوروبية والدولية. موسى، يعني قبل بيان الضباط المتقاعدين في تونس كان هناك بيان أيضا في فرنسا منذ نحو شهر تقريبا، بيان العسكريين الفرنسيين حذر من خطر الحرب الأهلية في فرنسا، معتبرة بأنه كمحاولة انقلاب عسكرية فيما أثنى عليه اليمين المتطرف وقت ذاك. ما المدى الذي أخذ هذا البيان وما مدى تأثيراته كان وقت ذاك واليوم على الساحة السياسية الداخلية الفرنسية؟ يعني توصيف الانقلاب يصلح هنا في تغيير المشهد للعسكريين الفرنسيين الذين اعتدنا عليهم عدم التدخل بالحياة السياسية الداخلية وعدم الإفصاح عن آرائهم السياسية، خصوصا إذا كانت هذه الآراء ذات اصطفافات سياسية معينة في الداخل الفرنسي. هذا الموقف شكل مفاجأة أو صدمة للرأي العام الفرنسي على هذا الأساس، أنه لم يعتاد الرأي العام الفرنسي على رؤية العسكريين يتدخلون بهذا الشكل بالسياسة الداخلية، لكنه بيان خطير جدا وحركة خطيرة جدا، لأنها تتقاطع بشكل كبير مع موقف اليمين المتطرف من العداء للأقليات وتحديدا الأقليات المسلمة. هذا البيان الذي وقعه نحو 1000 شخص من بينهم نحو 20 جنرالا سابقين، هذا البيان يحذر من حرب داخلية فرنسية ويحذر من أن المسلمين في فرنسا قد يسيطرون على أجزاء من الأراضي الفرنسية. هذا الموقف طبعا تلقفت مارين لوبين مباشرة ودعتهم للالتحاق بها. فورا الرأي العام الفرنسي والحكومة الفرنسية والأحزاب الديمقراطية الفرنسية أخذت موقفا واضحا من هذا البيان ورفضته رفضا كامل، وهناك تهديد بعقوبات لهؤلاء العسكريين خصوصا من قيادة الجيش وأيضا من قبل الحكومة الفرنسية. إذن خطورة هذا البيان أيضا بأنه يحاول أن يكون شعبويا، أن أنه يبحث عن رأي
عام في الشعب الفرنسي يميل حاليا إلى اليمين، خصوصا عندما انتقى أو اختار توقيت الإعلان عن هذا البيان في 21 من نيسان إبريل الماضي، وهو ذكرى انقلاب فاشل حصل قبل 60 عاما لمنع فرنسا من الانسحاب من الجزائر ولمنع الاستقلال عن الجزائر. إذن هذا البيان بمضمونه بحركة السياسية خطير جدا على الداخل الفرنسي على الأقليات، ولكن واضح أنه سطحي لا يتعاطى بشكل مباشر مع السياسة ومع الرأي العام الفرنسي الذي اعتاد عدم تدخل العسكريين بشؤونه الخاصة. محلل ميادين الشؤون السياسية والدولية قاسم عز الدين، تونس، فرنسا، وقبل ذلك تركيا. في الرابع من نيسان كان هناك أيضا بيان صادر عن أكثر من 100 ضابط وجنرال متقاعد من الجيش التركي، دعا إلى المحافظة على هيئة القوات التركية وإلى الحفاظ على قيم الدستور الأساسية للدستور، وذلك كان بالتزامن مع الحديث عن قناة إسطنبول. ما دلالات يعني هذا البيان الصادر عن ضباط أتراك إذا ما نظرنا إلى يعني قيمة الجيش التركي وموقعه في المنطقة وأيضا ضمن الأحلاف العسكرية؟ يعني بالنسبة لتركيا موضوع خاص مختلف تماما عن ما حدث في فرنسا. أولا أردوغان يسعى إلى تغيير هوية تركيا، يعني الانتقال من الجمهورية إلى شكل من أشكال السلطنة العثمانية. بالنسبة لموضوع قناة إسطنبول، هو ليس فقط يعني العسكريين الذين يعترضون، بل أيضا السفراء وأهل إسطنبول والكثير من القوى السياسية، لما له من مخاطر على تغيير إسطنبول وتغيير البيئة التركية. لكن العسكريين وخاصة البحريين يعترضون على إلغاء معاهدة مونترو بالنسبة للبوسفور والبحر الأسود. أردوغان يعني في هذا المشروع الذي يتهم ويوصف بأنه مشروع مشبوه، يريد أن يفتح البحر الأسود عبر قناة إسطنبول أمام البحرية الأمريكية التي لم توقع على اتفاقية مونترو. بهذا الصدد يعني الجيش بهذا الشكل وبهذه المسألة يتدخل لقضية عامة، والسبب الأساس هو أن أردوغان نفسه أو كثير من الحكام والسلطات التي تغير مشاريع استراتيجية وهويات الدولة تتخذ قرارات ذاتية، لا تلجأ على سبيل المثال إلى الاستفتاء الشعبي الذي كان معمولا به عندما تريد الدولة شبه ديمقراطية أن تغير بالاستراتيجيات الكبرى، ولا تترك للعسكريين بشكل خاص الذين حموا هذه الجمهورية سوى السكوت أو التعبير والاتهام بالخيانة العظمى. أعتقد أن هذا الموضوع أبعد من مسألة تركيا، هو مسألة تخوين أو شيطنة المؤسسات العسكرية في دول العالم الثالث واتهامها بأن هي سبب المصائب وهي التي تمنع الديمقراطية وإلى آخره، وشاهدنا في كل الأحداث. بينما إذا أخذنا على سبيل المثال المتقاعدون العسكريون في الولايات المتحدة على وجه الخصوص يلعبون دورا أساسيا ليس في السياسة بل بصناعة السياسات عبر اللوبيات التي ينشئونها وبالتعاون مع الإدارات وبالتعاون مع الشركات. طيب، وانطلاقا من الجزئية الأخيرة التي ذكرتها بالإضاءة على المثال الأمريكي، أعود مجددا إلى عماد شتارة. قلت يعني بأننا اليوم في مرحلة اختبار رد الفعل، هل نحن إزاء ربما يعني مبادرة سياسية أم نحن أمام طرح يمثل واجهة للمؤسسة العسكرية الحالية في البلاد؟ نحن ما زلنا في الأيام الأولى لاختبار مدى أهمية هذه المبادرات ومدى تفاعل الرأي العام السياسي والشعبي مع هذه المبادرات ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع. من طرحوا هذه المبادرات السياسية يعلنون أنهم يعبرون عن مواقفهم الشخصية ولا علاقة للمؤسسة العسكرية بهذه المبادرات. تاريخيا المؤسسة العسكرية كان لها أدوار سياسية ولكنها محدودة في الزمن
الزمان والمكان والإطار، وليست لها طموحات بالإمساك بزمام الأمرة الحكم أو السلطة. تدخلت 2011 لإنقاذ ربما المسار الديمقراطي في البلاد والإحاطة به. هي ترعى كل عملية ديمقراطية، تقوم بدورها في الحماية والتأمين، ولكن لا طموحات سياسية معلنة إلى حد الساعة للمؤسسة العسكرية بالإمساك بالسلطة في تونس. ولكن لا شيء ينفي من احتمال أن تكون داعمة لإحدى المبادرات أو طرحت مبادرتين لتبني إحداهما في الأيام القادمة، رغم أن ما ورد في البيانين المتناقضين بالنسبة للأميرال عكروت أو العميد مختار بن نصر يؤكد بأن هناك بيان قريب جدا لقوى سياسية أخرجتها الثورة من منظومة الحكم وتريد العودة من جديد. نتحدث عن منظومة سياسية ومنظومة مالية ونفوذ مالي، وربما لها ارتباطات وامتدادات وعلاقات خارجية، ومنظومة أخرى لها الحظوة أو خدمتها الثورة ووصلت إلى السلطة، وتخشى أن تكون هذه الترتيبات السياسية بغاية إزاحتها من المشهد. نحن نعيش مخاض، ولكن كل المؤشرات تؤكد أن هذا المخاض الذي تعيشه البلاد ستعقبه تطورات في الأيام القادمة، وسوف بالتأكيد يعني نواكبها. أذهب مجددا إلى موسى عاصي، واستكمالا للمداخلة السابقة قلت يعني بأن البيان، خطورة البيان تكمن في توجهه نحو الشعبوية وتلقف اليمين المتطرف لهذا البيان. هل لحركة الجنرالات في فرنسا تأثير معين على المسار السياسي؟ لا طبعا، يعني قلنا قبل قليل بأن التأثير كان محدود جدا، ويتقاطع هذا البيان مع مصالح اليمين المتطرف، ولكن بالنسبة للرأي العام فلا تأثير كبير له. فرنسا كما الدول الأوروبية بمجمعها، القرار ليس بيد المؤسسات العسكرية، المؤسسات العسكرية تنفذ القرار أو الأوامر التي تأتي من السلطة السياسية، والسلطة السياسية أيضا تملك سلطة القرار من المؤسسات الاقتصادية والشركات الكبرى وغير ذلك. إذن المؤسسة العسكرية، يعني هذا البيان في فرنسا لم يحظى سوى بتوقيع 20 جنرال فقط من بين عدة آلاف من الجنرالات الموجودين في فرنسا السابقين والحاليين، وهذا تعبير واضح بأن له لا يوجد في فرنسا أو في الدول الأوروبية منحة سياسي لدى المؤسسات العسكرية. الوضع أيضا من جهة ثانية في أوروبا، أن أن تكون عسكريا أو أن تكون في الجيش، إن كنت ضابط أو جنرالا أو عسكريا، فهذه المسألة تحولت إلى وظيفة عامة كالوظيفة المدنية. لم نعد في مرحلة يعني الانتماء للجيش، يعني الانتماء للوطن والانتماء نفتخر بالانتماء للجيش. الوضع هنا مختلف أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث هناك الدعاية قوية والفن السينما والحكومة تسوق للجيش على أنه حامل وطن، لذلك نجد الانتماء الأمريكي للجيش أبعد بكثير من الانتماء الأوروبي. بالنسبة أيضا للجيش الأمريكي، تأثير هذا الجيش الأمريكي أو تأثير الجنرالات الأمريكيين هو محدود، ولكن يبقى في دوائر القرار كما تحدث زميل قاسم. ليس له أي تأثير على مستوى صناعة السياسات الداخلية، ولكن له تأثير على مستوى صناعة السياسات الخارجية تحديدا. أعود إليك مجددا قاسم عز الدين، يعني ما قلته في المداخلة السابقة بأنه يعني ليس من المستحب شيطنة المؤسسة العسكرية بشكل عام، هل هذا يعني بأننا لا يمكن وضع كل تحركات الجنرالات المتقاعدين في خانة واحدة؟ الشيطنة بالأساس هي شيء يعني دور أمريكي مشبوه بضرب حركات التحرر في العالم الثالث التي كان على رأسها كلها قيادات الجيش والمؤسسة العسكرية. وهناك فرق كبير وخلاف كبير بين المؤسسة العسكرية في الدول الأوروبية والمؤسسة العسكرية الناشئة التي نشأت في دول جنوب والعالم التالي. لكن مع ذلك لا يمكن وضع كل المؤسسات العسكرية في خانة واحدة. يعني شافيز هو من المؤسسة العسكرية، وبولسونارو من المؤسسة العسكرية، سانكارا من المؤسسة العسكرية، وبن علي من المؤسسة العسكرية. السؤال هو أي مشروع لكل منهما، وما هو دور هذه المؤسسة؟ نراه اليوم مثلا في مالي عندما قام كاتو السنة الماضية بالانقلاب
قام بضغط شعبي لأن الدولة منهارة والسيطرة الفرنسية والغربية والاقتصاد وكل شيء منهار والحكومة مشلولة، وقام بضغط شعبي لتغيير. ومع ذلك عندما وصل إلى إمكانية الانتقال بالانتخابات السنة الماضية تدخلت هذه الدول لإطاحة بوزير الأمن ووزير الدفاع، فاضطر أن يتدخل. المسار محفوف بالمخاطر بدون أي شك، لكن أي مسار هو محفوف بالمخاطر. صناديق الاقتراع أتت بترامب، وقبله صناديق الاقتراع أتت بالنازية وهتلر وإلى آخره. لا يمكن تعليق الأوهام على وصفة سحرية ونقول هذا مع وهذا ضد وإقصاء كل الناس من المشاركة بالعملية السياسية. طيب. السؤال الأهم والموضوع الأهم، ما هي هذه المشاركة؟ بأي اتجاه؟ وما هي دورها؟ وما هي مشروعها؟ طيب، في دقيقة عماد شتارة، يعني قلت يعني العين هي نحو التطورات في المقبل من الأيام، إلى أي حد القوى الإقليمية لها اليد الطولة في تحديد مسارات التطورات الآتية؟ القوى الإقليمية هي التي تمارس ضغوطات، من هذه الضغوطات أيضا ما يمارس في الظل على المؤسسة العسكرية، واستقطاب العسكريين القدامى قد يكون ربما مؤشرا بعد حالة الصراع على يعني الأمنيين والعسكريين ومسألة الولاءات ويعني صلاحيات النفوذ على هاتين المؤسستين. الآن يأتي الصراع على العسكريين القدامى ومحاولة استقطاب لهذه الفئة. هناك ضغوطات خارجية تمارس لدعم أحزاب سياسية أو عناوين سياسية داخلية. هناك ضغوطات سياسية خارجية تمارس لإقصاء الإسلام السياسي من الساحة السياسية. وما يهمنا أكثر هو أن القوى الغربية التي استقطبت تونس للانضمام إلى حليف عضو غير عضو في الناتو، اليوم تخشى من أن تتجه بوصلة الاقتصاد التونسي شرقا إلى طريق الحرير، إلى التعاون مع الصين وإيران وغيرها من الدول، وتحاول ربما فرض أجندة سياسية طيعة في البلاد موالية لمصالحها، تبقي على مصالحها القديمة والتي متواصلة منذ الاستقلال إلى الآن. هناك تخوف ليس على تونس فقط ولكن على دول المغرب العربي كلها أن تلتحق بطريق الحرير، لذلك يدفعون باتجاه حل سياسي ربما قد يعيد ترتيب الأوراق السياسية والمشهد السياسي في البلاد في الأيام القادمة. وبما أنك تحدثت عن الدول الغربية، اسمح لي أن أسأل موسى عاصي، كيف تتعامل إجمالا الدول الغربية مع الانقلابات العسكرية في دول العالم الثالث بالتحديد؟ يعني بحسب المصلحة الغربية، رأينا خلال الأيام الماضية تندير من قبل الدول الغربية بالانقلاب الذي حصل في ميانمار على سبيل المثال، وأيضا دعوات للانقلابيين في مالي للعودة إلى مسار الحياة السياسية السابقة، ولكن في المقابل رأينا تشجيعا لهذه الدول للانقلاب الذي حصل في السودان عندما تسلم المجلس العسكري السوداني الحكم وسيطر على السلطة في البلاد، عندما يعني التف على موقف الجماهير التي خرجت في الشوارع من أجل المطالبة بالحرية والعدالة وما إلى هنالك. التف المجلس العسكري سيطر على القرار، ولكنه حظي بدعم الدول الغربية. الولايات المتحدة الأمريكية رفعت العقوبات وباتت السودان يعني حرا طليقا، وكان هناك التطبيع مع إسرائيل. وأيضا خلال الأيام الماضية حصل أو عقدت فرنسا مؤتمرا للمانحين وقدمت 5 مليارات دولار، أو عفت السودان من 5 مليارات دولار ديون قديمة، وقدمت له 1.5 مليار قرض جديد. إذن بحسب المصلحة الغربية نجد الموقف من هذا الانقلاب أو ذاك. قاسم عز الدين، دقيقة كحد أقصى، هل تدل ظاهرة تحرك الجنرالات على احتمال مشاركة الجنرالات العربية في تصحيح بعض المسارات في هذه الدول؟ بأقل من دقيقة رنا. تفضل. الجنرالات وغير الجنرالات، نحن في المنطقة العربية لدينا طاقات هائلة من كل القوى،
من الجنرالات، من أساتذة الجامعات، من النخب، من الطلاب، من النقابات، من كل ما يمكن أن يتحرك ويغير ويساهم بتغيير المسارات. لكننا نضع أمام كل طرف من هذه الأطراف عقبة كأداء ومقولة تظهر وكأنها هي مقولة علمية دائمة: منع الدين من التدخل بالسياسة. لكن عندما يتدخلون هم في السياسة يقولون قيم ويسمونها قيم إلى آخره، وهي سياسات مشبوهة وسياسات فاسدة. لا يسأل عن شكل هذه السياسات، ومن هي القوى التي تتدخل، وما هي الطاقات التي تحركها، وما هو المسار الذي نسعى إليه. وهذا هو الموضوع الذي تخفيه هذه الدول الغربية للبقاء لبقاء الهيمنة على منطقتنا وبالدول الجنوب. أخذت أكثر من دقيقة قاسم، يعني صعب أن تتحدث أقل من دقيقة. شكرا جزيلا لك قاسم عز الدين، وشكرا أيضا لموصول لموسى عاصي ولعماد شتارة، وشكرا أكبر لكم مشاهدينا. إلى اللقاء.